بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف الخلق وحبيب رب العالمين سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أعزائنا المشاهدين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلاً ومرحبا بكم في حلقة جديدة ولقاء متجدد مع برنامجكم في مهب الريح مشاهدينا الكرام في الحلقة الماضية اختتمنا حديثا كنا قد بداناه عن ظاهرة ربما تكون اكثر شيوعا في هذا العصر من عصور اخرى وهي فتنة يقع فيها الناس القائل والمستمع على السواء تسمع اناسا يتحدثون ربما حديثا يعني قريب من الحق والمنطق لكن هذا الحديث ليس دليلا مطلقا على أن هؤلاء صادقين ورأينا كيف أن الشيطان عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين كيف صنع مع أبي هريرة رضوان الله عليه حينما قابل أبا هريرة هو لا يدرك أبو هريرة رضوان الله عليه أنه الشيطان كيف قابله ونصحه ولما أخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة صدقك وهو كذوب الكذب كذب القلب حتى وإن بدا على اللسان صدق يخدع الناس وإن يقولوا تسمع لقولهم ولا فنهم في لحن القول والله يعلم المفسد من المصلح سبحانه وتعالى جل شأن الله أعزائنا المشاهدين كي لا أطيل في التقدمة أرحب معكم بضيفي فضيلة الشيخ علاء عامر أهلا وسهلا مرحبا فضيلة الشيخ مرحبا فضيلة الشيخ يعني نحن قلنا في الحلقه السابقه ان قول الحق لا يكفي لتزكية قائله كيف نستطيع الولوج من من هذا المنطق الى هذه الاشكاليات التي تحيط بنا خاصه في وسائل الاعلام وفي المتصدرين وفي النخب وفي القيادات لا. تفضل الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه صلى الله وعلى اله وصحبه الله وسلم الله. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وجميع إخواننا المشاهدين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين وبعد أخ إسلام يعني أنت قدمت وأنا ما تكلمت في المسألة الأخيرة اللي هي يعني أقوال الحق لا تكفي لتزكية قائلية إلا بناء على ما سبق وهو إذا كنا نقول أن تعليق أمر التضحية معلق برقاب القادة وقلنا ايضا ان قيادة الحق منقبة وقيادة الباطل مثلبة مم. فالقيادة محل غاية في الخطورة نعم. اما ان يرتقي بالامة واما ان يهبط بها نعم. فلذلك قال قائلهم يوم من الايام قال كيف كيف اذا خان من الناس الامين كيف اذا ضل الهداة المهتدين مم. هذا حال القدوة كيف حال المقتدين, المقتدين. مم. لا شك إذا صلح حال الإمام غالبا ستصلح حال المأمومين بعده ما في شك من هذا أما إن فسد حال الإمام فيعني في إليك أن لك أن تتخيل البيت المشهور جدا عند الناس إذا كان رب البيت بيدف ضرباً فشيمة أهل البيت قصة مشهورة مم. يعني نعم فأنا أرجع بك من أقوال الحق هذه لا تكفي تزكية تقليلها يعني إلى معنى القيادة أيضا مم. إن القيادة في هذه الأيام كانها صارت صراعا صارت منافسه وشروط القياده لابد ان تتوفر في من يريد ان يصل الى المنزله في زماننا المعاصر إننا بدانا نصل الى مرحله ايه؟ مرحله عكسيه التاهل قبل او التصدر قبل التاهل قاعده عند العلماء تقول لا تقول التاهل اولا ثم التصدر لا الان التصدر قبل التاهل وكثير من نرى هذا لذلك نرى على الشاشات كلاما عجيبا فتاوى غريبه اساليب عجيبه في طرح الدعوه وتعليم الناس و وفضيلتكم هنا تتحدث عن القدوه عن, ال... عن القياده بكل الاعتبارات يعني النخبه قياده من يقودون الراي العام في الاعلام من يقودونهم في, في الخطاب الديني من ي... كل شوف كما قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني كلكم راع وكلكم, وكلكم مسؤول, مسؤول عن نعم نعم. فيما ذكر صلى والعبد راع مال سيده نعم. نعم كل من يتبوأ مساله قياده ولو لشخص واحد نعم لو شخص الوالد قائد ابنائه المراه قائده لابنائه وهكذا المعلم المدرس الاستاذ كل درجات القياده الى الاماره الكبرى نعم. كل هؤلاء ينزل عليه ما نقول لا نقصد احدا من الاخر نعم. ولكن ما اريد الان ان اصب معك اليه اذا فسد حال الامراء وتغير حالهم ونحن نتكلم عن الفتن لا شك ان هذه ستكون فتنه عارمه في الامه طبعا ونحن اول ما قدمنا في حلقات الاخ تذكر كنت انا وانت نردد عبارة واحدة دائما أي نقول ايه انوار الفطنة تزيل. تبدد ظلمات الفتنة, الفتنة. نعم. نعم. طب الان اذا كان محل الامانة ومحل القيادة ومحل الفطنة وقع في الظلمات مشكلة. كيف نخرجه مشكلة. مسألة تحتاج الى فقه عالي جدا لذلك حينما ننظر هنا نظرة في السير والتراجم كلام العلماء والاعلام السابقين م. نرجع الى تاريخ الامه لا شك اننا سنجد ما يريحنا إليك أخي الكريم ما هو آتي لابد الأول أن نقاعد قاعدة نقول فيها أن سوء الرؤساء دليل ضرر المجموعة دي قاعدة عنوان لنا كيفما تكون يولى عليك أكرمك الله كيفما تكون يولى, يولى عليك, يولى عليك. نعم. خيار الناس بعد الأنبياء هم من؟ نعم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا مع النبي صلى, صلى الله عليه وسلم قائله من أصل <applause> وهكذا وذكرنا في مضى لما اختلف على عليه قيل له لما اختلف الناس ولم يختلف على عمر؟ قال ان عمر كان يحكم فيه مثلي وانا احكم فيه مثلك مثلك وهكذا نعم. مساله فيها ما استنسوا ترضي دائما نعم. نعم. ولكن نحن الان لا نبحث في الترضيه بين الطرفين احنا بنبحث ايه الموضوع؟ ايه القصه دي؟ هل يصل بنا الحال ان يقودنا امير مفتون؟ مفتون بنفسه؟ مفتون بعلمه؟ مفتون بمنصبه؟ مفتون بامراته؟ مفتون بماله؟ شوف هذا نور من الانوار مهمة جدا جدا م. وخذ مني كده خيطا نبني عليه سعد بن ابي قاص ذكر التاريخ رجل. لنا رجل. وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم الله. انه كان موجودا في المدينه المنوره المباركه ايام فتنه عثمان رضي الله عنه وارضاه ومعلوم ان عثمان ابى ان يدافع عنه الصحابه جاد بنفسه راضيا من عند ربه جل وعلا نعم ايه لما مر سعد بن ابي قاص قريبا من بيت عثمان ووجد الفئة التي خرجت على عثمان تحيط ببيته ببيت. ورأى نعم. قائدهم مالك بن الأشتر مم. رأه الزعيم القائد المتوج له مم. فنظر إليهم حاصر بيت عثمان وقال والله إن أمرا هؤلاء رؤساؤه مم. لأمر سوء يا سلام هنا الفقه أمرا هؤلاء رؤساؤه إذا أمرهم معلوم سعد يعلمهم نعم لا امر سوء مم. سوء الرئيس سوء الامير سوء الملك سوء المدرس سوء المعلم اكرمك الله اخي اسلام سوء المذيع نعم سوء الشيخ المتكلم نعم نعم يعني نمثل قيادة لناس يسمعوننا نعم ويأخذون من وهذه, وهذه اصعب قيادة ولا شك ان في ناس وأهم. كثير جدا ان انبه الان عن نفسي عندهم <applause> اعتقاد ان من يظهر على الشاشة كأنه ملك مقرب نعم. نعم او نبي مرسل نعم لا يخطئ هذا طبعا فاسد فاسد ابدا والعام يقول لك ده ده جه في التلفزيون ده بيقولوا في التلفزيون خلاص هذا موثق <applause> <applause> لان احنا نقول <كل> للناس لا <تصفيق> <تصفيق> لابد ان ننتبه وان نراعي ان الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديد. سديدا اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق وكما ذكرنا يعني. وصمتك عن غير السداد نعم سداد يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا اسمع اخي الكلام فحصه محصه انظر فيه لم تعلمه سأل أهل العلم نعم. سعد كان فقيها رآهم ورأى مالكا ومن معه قال إن أمرا هؤلاء رؤساء الأمر سوء هؤلاء كانوا دعاة فتنة رغم أن القصة المشهورة إيه. ليت الناس الآن يعني يفقهون ما فقه سعد شوف هم خرجوا على سيريحوننا ويريحوا يعني أنفسهم هؤلاء خرجوا رسمي لماذا هل خرجوا يعني ابتغاء الإمارة في ظاهرهم أبدا في ظاهرهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مم. وسناتي بهذا ونبينه. وهذا ما بعد... قلناه في الحلقه الماضيه قوله الحق نعم ليست دليلا على صلاح قائله. وهذا الذي نكمل في الحديث نعم. حتى يكون الكلام متتابع نعم. شوف نعم. هذا ميزان مهم جدا جدا كلام ساعة رضي الله عنها ميزان هام جدا هذا الميزان للاسف <applause> غالبا ما ينساه الذين يتعاملون مع الجماعات ومع الاحزاب ومع الافراد ومع التيارات ومع الحركات مم. ومع المجموعات ينسون هذا. ليه النسيان بياتينا يا اخي اسلام؟ يعني احنا الاول بنحاول يعني نفصل حتى نصل الى معنى مهم جدا. تمام نعم أه. وهذا المعنى انا اراه في زماننا خطيرا. امم اراه مهمة جدا. امم اخواننا اللي بيدرسوا علم النفس يقولوا دائما ان التمرجي الممرض عند الطبيب امم بيكون امنية حياته انه يكون ايه؟ طبيب 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 هو يتمنى كاستاذ التلميذ في المدرسه يتمنى كأستاذه ودائما يحب يقلده. ااا اه الديك خرج يوما يقلد مم. الاسد فكان مم. اعرج، قالوا ما ينفعش صحيح ما ينفعش ينفعش الاسد ما يكونش اعرج. فالتقليد في زماننا صار مش التقليد المذهبي الفقهي تقليد فكر وفهم القياده. وحصر فكر وافهام المتبوعين في فكر وفهم القياده. حتى وصلنا الى معضله في زماننا انا اقولها لله جل وعلا فقط لا غير اسال الله ان يرزقنا الاسلام والاخلاص. كل جماعه على الساحه او تيار على الساحه او اتجاه على الساحه او حزب او سيم ما شيء لا يقرا الا كتب ورسائل جماعات. فتجده الكلام عليه بقول آه, اه طبعا طبعا فتجده منعزلا عن الباقين الاخرين م. مغلق وضع نفسه في سجن يحب كتب مشايخه فقط وينسى المشايخ الاخرين. نتج عن ذلك تقليد يصل الى درجه العمى لقياداته. مم. طب لو كان القائد هنا مفتون مشكله سيقع في مصيبه صحيح كما وقعوا مع مالك الاشطر. صحيح الذين خرجوا مع مالك كانوا يامرون بالموقف من المنكر. هذا في قلوبهم ولكن اعتقادهم في مالك ومن معه انهم يريدون الصلاح جعلهم يقتلون خليفه. مم. وتسير دماء الخليفة وليس خليفة عادي يعني أنه صحابي آه ومن المباشرين يعني أنا لا أرد أن أستطيع تحق عثمان أن سيأتي الكلام الآن وبعد. أيضا في مسألة القيادة عثمان سيأتينا كان عثمان آية من آيات الله في الكون في الأرض طبعا. لكن يقتلونه شوف روح التقليد عند الأتباع المؤذية لاستيعاب ما يملى عليهم أنت من كلامي هنا هنا في سؤال لا أكمل العبارة دي. طب اتفضل استيعاب ما يملى عليهم م. تجعلهم في إيه؟ في حاله انشداد دائم للقاده والرؤساء الخاصين بهم بس. لا يسمع الا من هؤلاء. الحق لا يبرز الا على ألسنة لا يخرجون من شرنقتهم. سمعت احد المشايخ في زماننا المعاصر قريب ايام يسال عن بعض اهل العلم الذين الله جل وعلا كتب لهم انتشار العلم، الله نشر علمه فضله وعدله. سئل وانا اقول من منهم الشيخ نباز مثلا. نعم. والشيخ ابن عثيمين. وغيره ممن قيض الله نشر علمه. رحمه الله على الجميع. احد العلماء يسال هو عالم يسال يقول له يا شيخ يعني هؤلاء ما حصلوا شهادات كالتي حصلتها انت. مم. ورغم ذلك الله قيض لهم تلامذه وعلم وفقه قال هؤلاء دعاه وليسوا علماء ليسوا فقهاء. الا تراه مفتونا؟ مم. مفتونا بالشهاده. وانا ذكرت لك قديما لا احب ان اعيد قصه الشيخ محمد امين الشقيطي. اه الذي ساله معي مع ايه قال معايا انا خريج كليه كذا وكذا وكذا هذه شهاده الزور هذه شهاده الزور <applause> <applause> فتنه فضل طيب انا انا السؤال اللي انا عايز اسأله هنا في مساله القياده ومساله حصر القياده او 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 انحصار الاتباع في رؤيه القاده نه. واذا كان القاده في هذه الحاله مفتونين فان الاتباع ب ب ب يعني بالطبيعه سيصيرون الى فتنه اشد إيه مسؤوليه القائد بذاته عن هذه الفتنه يعني لانه البعض يحصر هؤلاء، واذا حاول بعض هؤلاء الاتباع ان ان تنفرج اسارير ذهنه عن فكره قيل له ان القياده ترى غيرها. هذه مشكله ومعضله، يعني كيف نسوي بين الامرين ونلائم؟ لان هذه معضله كبيره في التنظيمات الاسلاميه خاصه. اخذ منك الاجابه بعد فصل قصير. أعزائنا المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم لنستكمل هذا الحوار الماتع سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مودة تقديم أقل الأسعار مع الحفاظ على مستوى الخدمة معادلة صعبة ولكننا في مودة للحج والعمرة استطعنا تحقيقها بفضل الله عز وجل مع باقة من اقوى برامجنا المتنوعة مودة وحين تتخذون القرار برحلة لبيت الغفار نتمنى ان تكون مودة الطريق الى البيت العتيق للاستفسار صفر اثنان ستة ثلاثة اثنان واحد او اتصل على صفر أربعة اثنان ثلاثة تسعة أربعة ستة ستة أربعة مودة الطريق إلى البيت العتيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعزائنا المشاهدين عدنا إليكم مرة أخرى مرحبين معكم بضيفنا فضيلة الشيخ علاء عامر فضيلة الشيخ علاء كنا قبل الفاصل نسأل عن مسؤولية القيادة في حصر الأتباع داخل أدبياتهم وقراراتهم وتصريحاتهم ورؤاهم حتى رؤاهم الفكريه ده فوق أن هذا الأمر يعني يولد خمولا في الفكر ويولد كسلا في التعامل وفي الانفتاح على الآخر فوق هذا هو يجعل هؤلاء كأنهم دُمى يتحركون يمينا أو يسارا الحمد لله صلى الله عليه وسلم الاشكال لا اننا نصل لمرحله الدمي امم يا ليت الامر يتوقف ان ان يكون المتبع دمي انما هو دميه يتلعب بها قيدها انا اقول لا بس ما في اشكال الاشكال ان يصل به الامر ان يحب ويكره ويبغض ويكون ولاء وبراء ويكون ولاء وبراء اه من ليس مني فهو ضدي شوف لذلك هنا نذكر مقاله عمر يقول ايه؟ ان هذا الطريق مخوف جدا 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 واحذر نفسي وجميع إخواني منه يقول أخوف ما أخاف على أمتي من عالم باللسان جاهل بالقلب يا سلام وأعتقد أن هذا في, نص رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم بعدي عليم اللسان منافق, منافق عالم عليم, اللسان عالم نعم. شوف لكن عمر زاد قال إيه عالم باللسان جاهل بالقلب هذا الأمر لابد أن يسترعي حال التابعين التابعين اللي هم الأجناد ينظروا في حال قائدهم هل يأمرهم بما يفعل هل ينهاهم عما يترك مم. لابد أن نقارن لأن المسؤولية هنا مسؤولية جماعية مم. لا أقول هي مسؤولية إضلال من القائد ربما هو ضل ولا يعلم نعم هو لا ينتبه نعم فيضل هؤلاء وهم لا يعلمون المسؤولية مشتركة لذلك أنا أقول هنا إيه الفصل بين يعني قادة العمل والتابعين لهم انتبه أمر غير ميسور صعب جدا لما يعني تقول احد الناس يعني اجعل الدليل هو عملك الرئيسي. نعم. اجعل باني الشرعي عملك الرئيسي، يقول انا عندي علماء وعندي مشي اخذ عنه امم. طب الدليل هذا خالفه علماؤك نعم. لا هو مع من يقول له يقول له مع شيخه مع شيخ. فيقول الصواب الان انه على المدعو او المتبع ان ينظر في امر هؤلاء القاده. ينظر نظره في امر قائده. ولا يخدعنه القول الجميل الذي صدرت به انت نعم. للحلقه، نعم. لا يخدعنه القول الجميل. نعم. فقد خالفه الفعل يعني لو خالف فعل القائل القول الجميل بل خالف الدليل الصياد أخي إسلام إذا أراد أن يصطاد طيورا بيعمل إيه بيجيب شبكة نعم. على الأرض ويجلس في مكان يصفر صفيرا مم. ويطقطق تقيقا ويصفق تصفيقا أشبه ما يكون بحال مين مم. بحال الطيور ويضع طعام على الشبكة فينزل الطير فيصطاد نعم إذا كان قائدي هذا مهمته أن يصطاد أنا أستطيع أن هذا أنا لست أعمل في عمل قطيعي صحيح أن الصحابة كانوا يأتمرون بنا صلى الله عليه وسلم وكذلك التابعون من بعدهم مع الخلفاء ما في شك ولكن لم يكن الأمر قطعياً أن السياق كان قطيع هكذا لا لابد أنهم كانوا يتدبروا لا وبعدين عندنا من الروايات ما يؤكد أن الصحابة خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في في بعض آرائه يعني لم ينساقوا خلفه يعني انا انا الجاريه اللي راح النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لزوجها عند سالته سؤال رائع جدا نعم. قالت له يا رسول الله يعني اتشفع ام تامر؟ نعم يعني انت جاي شفيع ولا جاي بتامر؟ تامر يبقى وحي من الله ليس من انما تشفع يبقى انت يعني انا خلفك انا اقصد اذا في مساحه نعم نعم لابد مساحة. من وجود المساحه قصه يوم بدر مشهوره امنزل انزلكه الله؟ نعم نعم هو الراي اذا في اسرى بدر اسرى بدر نعم اختلفوا الصحابه في مساحه نعم. موجوده نعم ف... الامر الانقياد القطعي ذا انا اربى باخواني اقول لاي اخ مسلم اياك وجماعه فتنه اياك ودعوه فتنه ان تكون مفضولا في نظر كثيرين خير من ان تكون فاضلا ثم عن قريب انت مع الساقطين. نعم 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 جميل احذر احذر اي اخ مسلم جميل لك انا جماعتي ضخمه جماعتي كبيره وبعد شويه مع الساقطين لا ونحن هنا برضو عشان بس يبقى واضح لدى المشاهد نحن لا نتحدث عن محيط الجماعات الاسلاميه فقط نحن نتحدث عن هؤلاء الذين اصبحوا رمزوا بعضا ممن يسمون بالنخبه واصبحوا عندهم الهه لا يخطئون اخوي الكريم انا اتفقت معك اولا لنا نيه بيننا وبين الله نعم نحن لا نجرح احد نعم نعم بل نحب كل اخواننا في الله ونخص من نحب نعم. ابناء الدعوه نعم. العاملين ولا شك في نعم. نعم. بيننا وبينهم رحم لا نقصد ابدا لا جماعه معينه ولا حزب ابدا نعم اتكلم قلنا قل حتى على مدرس انا قلت انت وانا نعم فالكلام عما لكن شوف انا اقول ان ايه يلزمني واياك ان نوجه نداء اخص به القاده الان لكل من يتبوا منصبا قياديا انت عارف احنا بنعمل الان في استوديو نعم قال انا اوجه الان هذا النداء للمخرج اليس هو قائد العمل هو المسؤول؟ لا 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 اوجه له النداء نعم اقول له ولي اسمع يا استاذ ايمن ولكل من يقود عملا قياديا والله وبسطه نعم أحدهم قديما قال نظر في حال القيادة وقال يا ملح الأرض لا تفسد فإن الشيء إذا فسد لا يصلح إلا الملح من يصلح الملح إذا الملح فسد الله يفتح إذا فسد الملح من يصلح الطعام وهو الشيخ الكريم لذلك هي حكمة صادقة فعلا ومن مرب فاهم عنده علم جيد أخي الحبيب هل تنبت الجراثيم في البيئة المالحة؟ لا لا تموت طبعا لا تموت. كذلك العفونه تموت واهل الفساد والاضلال هم الجراثيم هم العفون نعم. نحن نريد ان ننقي البيئه نعم. ويتولى التنقيه القياده ونحن نعم. تبعناه نعم نجتهد في هذا اهل الايمان في زماننا هم الامل هم الرجاء نعم. ان يعودوا بنا الى الاصلاح والقاده عليهم اعظم الاحمال في ذلك فيلزمنا التاكيد على رابطه الاخوه معهم ومع الجميع ولكن نتناصح نتامر بالمعروف ونتناهى عنه المنكر، وأول ما نبدأ نبدأ بمن؟ بأنفسنا بأنفسنا،, بأنفسنا. ابدأ بأنفسنا. بنفسك فانهيها عن غيها فإن انتهت نعم. فأنت حكيم، وقال نعم. قبلها تصف الدواء لذي السقام ضدنا كيما كي يصح وأنت سقيم، ابدأ بنفسك نعم. نبدأ بأنفسنا، لا بد أن نستحضر معنا معنى مهم جدا، معنى وتواصوا بالحق، م. لماذا حينما أن أنصح القائد وتواصل بالحق يقول أنت فرد غير منتظم، غير منضبط، أنا أتواصل معك بالحق أنا أتناصح معك نعم إذا وجدت إذاك يرفض كل نصيحة فاعلم أنه على وجه آخر أنه صاحب هوى نعم. الله قال وتواصوا بالحق نعم أنا أتواصى معك بالحق أنصحك شوف أخي الحبيب الناس ثلاثة هذا مثل جيد جدا يعني نعم الناس ثلاثة نعم أعمى وأجهر وسليم العين مم. أعمى لا يرى مطلقا وأجهر نعم أعور سليم العين يعني. مين الأعمى؟ معلوم أعمى أعمش أقصد أقصد أقول أعمش في البصر م. ثلاثة الأول أعمش والثاني أجر والثالث الثاني من العين الأعمش تبهره الأضواء الأنوار إذا رأى الأنوار على عينه ينبهر يغطي عينيه هكذا إنه لا يتحملها وأشهرهم طبعا الأعمش المشهور عالم الأمة نعم. رحمه الله سبحانه نعم. النهران نعم. أما الثاني أجهر من الأجهر إيه إيه إذا اقترب من الضوء جدا دور اقترب من عينه تلقائي بيعمل إيه؟ يغمض عينه يغمض عينه رغم ان الضوء كله في عينه وما وضع الضوء الا لنرى لا. لا اذا اقترب لا يرى لا يبصر الثالث اللي هو سليم العين الانسان الطبيعي يتلذذ بالنظر ويستفيد منه وكانه ينظر من خلال عدسه مكبر اذا عندي اعمش وعندي اجهر وعندي سليم العين انا اوجه الكلام ده للقائد انت هذا او ذاك او ذلك شوف اخي الحبيب اعمى واعشى وذو بصر ثم زرقاء زرقاء اليمام نعم وعيد مره اخرى اعمى وأعشى ثم ذو بصر وزرقاء اليمامة سبحان من قسم الحظوظ فلا عتاب ولا ملام لا. لا. فلا عتاب ولا ملام لا. ليس دائما أكون أنا زرقاء اليمامة صحيح مش ضروري أكون أنا زرقاء اليمامة صحيح أنا أكون أعمش وأمشي في خط مقبول مستقيم وعندي قائد جيد مستقيم يأمرني بالمعروف ونهى عن المنكر ثم إذا نظرت في حاله وتابعته وجدته مستقيما وخط مستقيم هذا الذي أرجو نحن يعني يعني بغض إلينا التصدر وكرر إلينا أن نتقدم ويعني من طلبها لم يعان عليه لا. أما من جاءته هكذا من عند الله أعانه الله تبارك وتعالى عليها. لا. لا. فالتصدر إشكال وفي زماننا المعاصر الآن المتصدرين أخي الإسلام لا حصر لهم لا حصر لهم على الشاشات لا نتكلم على الواقع والله إذا على واقع الارض كل قريه كل في بلد كل بلد فيها شاب تصدر وجعل من نفسه شيخا عالما بل مفتيا ربما انتقد الافتاء وتاتيه الطلبه وهذا ما يستغرب في زمنه ياتيه الطلبه من اماكن وأبقى. طب من علمك؟ أي لماذا تتصدر لهذا المنصب؟ من بواك هذا المنصب؟ من اعطاك هذا التاهل حتى تتصدر؟ من؟ لماذا تجلس امام الكاميرات و... و... وتفتي بغير علم؟ لماذا تجلس امام الكاميرات وتحاول ان تحرك الشارع وتقول سنفعل وس... لماذا لما يعني كل مراحل القياده وكل انماطها وكل اشكالها لابد لها من التاهل اولا. شوف انت دائما جزاك الله خيرا تحب تذهب بنا الى عالم السياسه والواقع. اذهب لان كلامي هذا انا اتكلم عن طلبه علم وعلى العموم لكن لا شك ينزل عن السياسه. <applause> طبعا ما في شك. طبعا ما يشكل الان في زمننا وفي مصر الان على الاخص اقول لهم انتهى الوضوح عندنا 77 حزب اخي اسلام سبعه يقولوا في مظاهره اليوم في ميدان التحرير اتفق عليها 36 حزب تذهب الى المظاهره 200 شخص م. يعني هذه قدره الاستثناء ايه الموضوع؟ هي المساله طبعا انت قائد حزب على الشاشه لكن لم يتحزب لك احد وعلامه تتحزب ولماذا تتحزب؟ انت فرض في امه تساعد الامه على النهوض من العثرات. ربنا علم النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال اقيلوا ذوي العثرات امه دوله يقع فيها ما يقع واهم اهم معنى من المعاني اللي, اللي يعني لابد ان يتم التركيز عليها حتى لا نقع في هذه المشكله رباط الاخوه والتركيز دائما على ان الـ الـ لا اله الا الله رباط مع أم. كل المختلفين معي نعم في الوطن رباط مع كل المختلفين معي حتى لو اختلفوا معي ديني دي في, الدين نعم ما دام يعني ليس ليس بيني وبينهم اي عداوه يعني انا في بدايه تعارفنا قلت لي عباره ما زالت في اذني حينما تحدثنا بعضا يعني تجاذبنا بعض اطراف الحديث قلت انت مني وانا بعضك نعم ما في شك وكان رحمه الله عليه الدكتور عبد الحليم عويس وهو استاذي رحمه الله عليه روى لي روايه كان مع مع الاستاذ التلمساني ف... شيخ عمر رحمه اه شيخ عمر رحمه الله يعني كيف ان الرجل ب... يعني هذا الرجل الحيي الجميل اللطيف المهذب كان يستوعب كل هذه المعاني شيخ عبد الحليم بعض الناس او غرى صدر الشيخ عمر عن الشيخ عبد الحليم فقابله وقال له يا شيخ عبد الحليم لا تقلق انت منا ولو لم تكن فينا نعم شوف المعنى الجميل ما هو اشفاق اسلام ال... البعض هناك البعض الان يحدث قطيعه يا شيخ علاء وهذا الافساد الذي اعنيه هذه المصيبه التي اسال الله ان يصرفها عنا جميع المسلمين امين يا رب العالمين ولا شك ان سببا رئيسا فيها القيادات القيادات نعم القيادات للاسف الشديد يعني حينما اجلس مع اخ من الاخوه في اي جماعه من الجماعات واتناول معه بعض اطراف الحديث اجده و... يعني نفسي واياه كما ذكرت مم. هو جزء مني وانا بعض منه نعم 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 لا شك ان لابد من وجود بعض امور الاختلاف هذا وقع بين الصحابه هذا طبيعي لكن في الاصول والثابت كل جزء واحد نعم لماذا نتصارع؟ لأن هنا قائد يريد أن يكون له أتباع، وهنا قائد يريد أن يكون له أتباع أتباع، لا لا وهنا قائد يقول أنا أقدم واحد، وهنا قائد يقول لا أنا أولى بالقيادة أنا أكثر واحد، أوهام القيادة في المعاصر أوهام القيادة أوهام القيادة, <تصفيق> <تصفيق> القيادة <تصفيق> نسأل الله عز وجل الله أن, أن يقينا شر أوهام القيادة وعن جميع القيادة وأن يصرفها عنا وعن كل من يحاولون التصدر لها الله في المدارس وفي المساجد وفي أمام الكاميرات وحتى في القيادة العليا نسأل الله عز وجل أن يقينا شرورها أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذا الحوار الماتع، نسأل الله أن يجعله في موازين حسناتنا وحسناتكم، على وعد بلقاء قادم نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.